بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها ليلة 23، وعلى أغلب الروايات إنها ليلة القدر. لهذا نترككم مع سماحة الشيخ أحمد الأنصاري ليحدثنا عن أسرار هذه الليلة، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك المعصومين الميامين المنتجبين الطيبين الطاهرين، لا سيما من كان للرسول ولدا وللقرآن سندا وللإسلام عضدا وللشيعة كهفا ومعتمدا. صبط الرسول وقرة عين البتول الغريب بلا ناصر شهيد العراقين الضامي بين النهرين. مولانا ومولى الكونين أبا عبد الله الحسين حبيبي يا طبيبي يا
جئت دون الحسين؟ أين تركت الحسين؟ وكيف تركته؟ وقف زينة، وقفت عليك يا أبي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. نور عيني عليك مني سلام يا حسين يا ابن أمي حسين. السلام على اسم الله الرضيم، السلام على وجه الله المضيم، السلام على جنب الله السوي، السلام على أمير المؤمنين ويعسو بالدين، السلام على أبي تراب، السلام على سيف الله الغالب علي بن أبي طالب. ماذا على من فارق الأحباب؟ ألا يلوذ له الفرات شرابا ويبيت سغرانا يجاذبه النوام؟ يتوسط جمر الجوال لغاب متوسدا جمر الجوال لهاب. أحبيب روحي جد علي بنظرة لا تتركن قلبي يذوب عذابا. رحل الحبيب وطرفه يجلو لغا في كربلاء، رحل الحسين وطرفه يعلو لغا، والدمع جار حير الباب. لا تسألني عنهما سل كربلاء،
لا تسألني عنهما سل كربلا عما قضى بفراقهم عما غرى عما قضى بفراقهم لتجاب صاحت طلعت من المدينة بعز ودلايا ما التراني محجبة وحسين خيايا العباس بيمين وجاسم شمال وبسيوفهم سوالي ظلام ومال والله كل ما ينشافني فوق الجمل قال اظنك اظنك يا حرة مالك رجال قلت لنعم نعم سبعين خيال عفت غيوم نصبت الغمياتم فوق الاجماع يا ماما تقل اخويا خويا يا وحشتي خويا من فارقتكم والله يا وحشتي من فارقتكم من طوح الحادي وعفتكم يا من طوح الحدي يا وعفيتكم بويا علي ما نندبتكم ما جننا منكم وبتكم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الليلة الكبرى من ليالي القدر ليلة القدر ما خصصت بليلة دون أخرى بل إنما بقت بين الروايات سواء في شهر رمضان أو خارج شهر رمضان كل هذا هو وفود على رب كريم الروايات ما عينت ما خصصت وأهل البيت عليهم السلام حتى يجبر من فاتته ليلة يجبر بليلة أخرى ما قالوا إلا هيوذيج لهذا هو ليلة القدر الوفود على الله الوفود على رب كريم يقول واحد من أهل المعنى مثل جنابك مر بمكان لقى أهل الحي أهل القرية يردون يطردولهم شاب وأمه تبكي قالوا يؤذينا ويرتكب المعاصي ولا يراعي فريد نطلعه نخلص منه وهذه أنا شفت قرية في مكان لما رحنا لعد هاي القرية ما يخلون كل أحد يجي عليهم إذا يجي عليهم يقعدون ويسوي لهم مجلس شورى على أنه هذول إذا ما يلتزمون إحنا نكون هيش نسوي ليش قلتهم أنتم الالتزام لعدكم مش كثر الالتزام لعدهم من أحد المؤمنين لما رايح لهم وحاشي لهم تقيدوا على أنه ياهل ما يلتزم كون يطلع من القرية حتى لو نشتري بيته ما يقدر يظل نريد نحافظ على أهلنا على أطفالنا على عوائلنا لهذا صلاة الصبح ما تغيب منهم ما تفوتهم المسجد بوسط القرية وماشي حالهم زين كثير من الإخوان من المؤمنين قالوا راح يحسرون يتعبون ويتركون
لهم اللي عنده موضوع براسه واللي عنده نظرة للمستقبل ما راح أنا وأنت نغيره، حتى لو نجيب ألف إبليس. شو إبليس منين يروح؟ إذا زيارة عاشورائهم زين محفوظة من الطفل إلى المرأة إلى العجوز إلى الرجل إلى الشاب إلى الكل، ماكو كذب. من تدخل ما تشوف واحد يفرق بين الآخر بالعمومة أو الخولة. لما يتزوج تشوف الكل طرف البنت كأنما إخوة لها، الكل طرف الشاب كأنما هي المدينة الفاضلة. شلون تصير المدينة الفاضلة؟ أول من بناها؟ المدينة الفاضلة بنيت على زمن نوح عليه السلام، هو اللي بناها. نوح عليه السلام هو اللي بنى المدينة، هو لما راحوا المخربطين كلهم ظلوا الصفات، ظلوا النواة الحلوين، فسميت بالمدينة الفاضلة. هاي المدينة الفاضلة اجت في دور أمير المؤمنين، اجت في دور النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة مالت النبي كانت فاضلة بهم؟ لا. بس أكو شيء، أنه الرسول لما كان، نعم السماء منعت العذاب، منعت من العذاب عليهم. لما قبر النبي موجود الآن، قبر النبي إذا واحد زاره، إذا واحد قصد لقضاء حاجة أو شفاء، من بات عند قبره يعني في المدينة يرتفع الألم، يرتفع الأذى، يرتفع المرض. لهذا شوف هذول قد يسوون مشاكل حتى هناك ويمرضون. هسه واحد يحمل بقلبه، يحمل زين التوحيد، مو الله شي يقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول لم تسعني أرضي ولا سمائي ولا سماواتي. الأرض والسماء الفضاء هاي الأجواء كلها ما تسع الله، لكنما قلب عبد المؤمن يسعني. قلب المؤمن عرش الله، فلا تسكنوا عرش الله غير الله. زين، فهذا يقول لما مريت شفت هذا الشاب يردون يطلعون لأنه حرك ولأنه يرتكب معاصي. يقول رحت توسلت بشيبتي، قلت لهم أنا ذو شيبة وتعرفوني إنسان ملتزم، فهبوه لي. وإذا عاد بها فأخرجوه، طلعوه، هجروا من المنطقة. هذا التهجير صار بزمن رسول الله على مروان. مروان اللي سماه الوزغ ابن الوزغ، مروان الحكم. زين، النبي صلى الله عليه وسلم الوزغ هذا، ابو بريص اللبنانيين يقولوا له احنا نقلب عرصه افتكر. زين، هذا ابو بريص اذا واحد يكتله بالفقه عندنا يكون يتحمم يغتسل. هسه ليش؟ الرواية تقول ليش، ما ندري، فقهانا كلهم فاتين عليها. زين، فما هو زين. فهذا الإنسان قد ما كان يكذب على رسول الله ويعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمونه مروان الحمار. ليش؟ لأنه عمر 100 سنة، ليعمر عند العرب قرن كامل، 4 قرون عربية، كل القرن العربي 25 سنة، والقرن المعروف عندنا 100 سنة، فإذا بلغ الرابع من القرن وأكمله يعطوه صفة الحمار. لهذا احنا بعض الأحيان عندنا الحمار بس الحيوان، لا، ومع ما أنه هذا كان إضافة على أنه بلغ 100، وكان أيضا هم يتآخى مع الحمار في خبثه، في هاي الأشياء موجودة، مو أنه بس هي العرب كانت هيك تصف. زين، طلع النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أنه لا يكون في المدينة لأنه جرثومة فاسدة فاسقة، طلع بر. زين، فكان هذا ديدن الأديان، ديدن الأنبياء، إذا يشوفون واحد ما عنده صلاح وهنا جاعد مسوي له كور فساد يطلعه. مالك ترعد يا مروان؟ أخشى أن تحل بنا لعنة عداوتك لأصحاب محمد وتقضي علينا. لطالما أثخنتنا الجراح من ضربات نضالهم وسيوفهم. لماذا أنت خائف يا مروان؟ ما من ضير في مجيء أبي ذر إلى المدينة، أتراه أقوى من علي؟ علي بيننا منذ سنين، فلما لم يفعل شيئا؟ أبو ذر الغفاري لا هو ابن عم النبي ولا ربيبه ولا صهره،
صحابي من البادية لم يحظ حتى بشرف القتال مع المسلمين في بدر وأحد والخندق. لا يا عم لا، حتى لو كان أبو ذر ريحا صرصرا لم يستطع فعل شيء. إن لم تصغ لما أقوله اليوم، غدا إذا جاء أبو ذر وكان وبالا عليك لا تستعن به. قياسك أبا ذر بعلي شعبة من التصابي يا مروان، والأمر لك. يا عم يا عم، لابد أن يكتب الخليفة أمر قتله. غش في خطه، اسرق خاتمه. خاتم الخليفة في إصبع الخليفة، لكي أسرقه لابد أن أقطع إصبع الخليفة. وفي يدك ابنة الخليفة مريم، فتاة صغيرة يمكنها أن تتلاعب بيد الخليفة وخاتمه. زين، فهذا الشاب كرامة لعد هالوجوه الطيبة وهذا الإنسان العارف المؤمن وشاف أمه، قالوا له ما في مشكلة نخليها المرة. يقول رحت أيام ورجعت، مريت على باب الدار اللي إله لعد هذا الشاب، فسمعت أمه تبكي. هاي العجوز تبكي، هذا عمره بال 19 بالعشرين مثلا أكثر أقل، والأم تبكي. قل سبحان الله، هذا الشاب الظاهر غلط، والغلطة هاي ما فاتت، طلعوا برا خلنا أشوفها. سلم عليها، قال أمة الله ما بكي؟ رحلوه هجروه؟ قالت لا مولانا، بل إنما أخذه الله، الله أخذه. قلت لها صفي لي حالته كيف مات، مو تريد تقرب المعنى وليلة قدر عندنا. قالها قالت له قالت له إنه أصيب بشيء، يعني بوعكة بوجع بألم، وكان يبكي كثيرا. قلت ما يبكيك؟ الوجع يؤلمك؟ قال لا، أخشى من ربي. زين، كان عنده مثل ما يقولون خاتم أو شيء مكتوب عليه البسملة، فكانت بيده يستشمها ويضعها مثل ما يقول على وجهه كذا. فأردت أن أخبر الناس، قال لا يا أمه لا تخبري أحد، إني آذيت الجميع حتى الجيران، فأخشى إن أتوا شمتوا بي وشتموني أو تشفوا أمامك بموتي. خاف يقولون مثل ما يقول هذا هيش ويا زين ويا هيش سوى بينا هذا، خلي يموت فينكسر قلبك. جاء أنت هم بحياتي متأذية منهم وهم بمماتي. قال أمه لا تخبري أحدا وإني ذاهب، لكن في آخر أنفاسه قل لي هذا الخاتم اللي مكتوب عليه البسملة ولا، وأنا لا أعرف من القرآن إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فضعيه معي، هذا خليه وياي. أنا هسه بعد ما أقدر أقوم، لا أقدر أعبد، لا أقدر أصلي، على فراش الموت لحظات. قل سبحان الله مات، فغسلته وكفنته زين، وصليت عليه ودفنته وخليت هاي البسملة فيه. بالليل نايمة وأشوف بالمنام جاء إلي كالرؤيا، قال أمه لا تخشي علي، فوالله حينما دخلت قالوا ماذا تعرف أو ماذا تقول؟ قلت أنا كنت إنسان متجهم، عندي هجمات عجيبة قريبة على الدين على التوحيد على كذا، لكنما أعرف آية واحدة علمت في ليلة مررت على ليلة تسمى بليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ وهذا اللي جايتكم بها. قل فقال لي أمه لا تخشي علي، فإني قالوا لي أن أخبرك إني وفدت على رب كريم. يعني بعض الأحيان تشوف آية من القرآن الكريم، آية من القرآن الكريم، آية واحدة من القرآن الكريم،
هاي الآية هي اللي تخلي الإنسان يصل إلى كل شيء. خلاص. فالقرآن الكريم قراءته، القرآن الكريم حرمته، وعشان مرة أقول لك إياها، الآية الواحدة تتلى في شهر الله في شهر رمضان تعادل ختمة القرآن في الأشهر الأخيرة، آية واحدة. في رواية عندنا من استمع حرفا من القرآن، حرف واحد غير قاصد له، كتبت له 1000 حسنة، محيت عنه 1000 سيئة، رفعت له 1000 درجة. شوف ايش كثر بحرف واحد وانت غير قاصد الله. اذا ايش كثر كون ننشغل بالقرآن الكريم. هذا ديدا اهل البيت عليهم السلام، مع ما انهم هم كانوا القرآن الناطق، مع ما انهم في بيوت اذن الله ان ترفع، مو الله نور السماوات والارض، وين نلقى هذا الله اللي نور السماوات والارض؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. بيوتهم بيوت الله، اسماؤهم اسماء الله، صفاتهم صفات الله. لهذا لما نجي لعد القدر او ليله القدر او القدر مثل ما نقول، شنو معناها؟ كلمه القدر هي باللغه عندها كم معنى؟ واحد منهم يقولون سميت ليلة القدر لأنه كل إنسان له تقديراته الخاصة، شلون يعيش، شلون ينمو، ماذا يواجه، كيف يتعلم، هذا كله موجود. هذا الباب يقولون خم ما يختص بالإنسان، حتى بالحيوان، حتى بالنبات، حتى بالتراب، ها؟ حتى بالتراب كل شيء هذا يوجد التقدير هذا اللي تقول عنه في كل شيء، يقولون نعم. ففي هذه الليلة يغير إلى الخير، يغير إلى الأحسن هذه الليلة، وهذا الباب للتقدير إجا لعد الإنسان، لعد قلب الإنسان. صحيح القدر لعد الكل، لكنما الخطاب هنا إنا أنزلنا هذا القرآن وين؟ في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. القرآن الكريم لما نزل على صدر النبي نزل دفعيا أم تدريجيا؟ أكو روايات عندنا لا، نزل على قلب النبي دفعة واحدة، ثم النب من القلب يشع ومن السماء يبرق، فكان يختار منه بالمناسبات بالأشياء حتى يصل إلى هذا الباب. من الذي عرفه لنا؟ عرفته هذه الصورة، صورة القدر. صورة القدر يقولون إن لم يكن الإنسان له مقدرات جيدة فإذا أحياها انقلبت الموازين، حتى لو لم يكن ملتزما. كل نفس يجي لعد الإنسان في ليلة القدر ويحييها، زين. يقولون ليلة القدر، ليلة القدر هسه احنا برمضان ناخذها، ليلة القدر فيها أنفاس الولاية. شلون؟ شلون أنفاس الولاية؟ كيف؟ في رواية عندنا عن الإمام الصادق يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، أن جميع أعمالكم، جميع حالات الإنسان، جميع الأنبياء والأوصياء، جميع من في الوجود، أعماله تزان كلها بنفس واحد من أمير المؤمنين في ليلة المبيت. فمن أحياها محبا لمحمد وآل محمد، وأنت لما تحب واحد شو تسوي؟ تبعد من الذنب. الذنب أكو أنواع عندنا من الذنوب، ذنوب النفسية
الذنوب الجسدية، الذنوب اللي تكون مع الله على الله، زين الذنوب تكون على خلق الله، الذنوب عندها أقسام وأنواع. المعصية تارة تعصي ربك أو بعصيانك لربك ما تصلي ما تصوم، تارة لأهلك وذويك لأبناء جلدتك، وتارة لا والله لعد نفسك، وهي هذا أن كل يشتركن بمكان ويفترقن من مكان آخر. زين فيقولون ليلة القدر لأن فيها أنفاس محمد وآل محمد. نفس، شلون هذا النفس؟ هسه احنا نعبر عنه أنه الإنسان يأخذ الأكسجين ويطلع شنه كربون، ويش بهذا دخلة الأكسجين وطلعته زين على شيء آخر وعلى كربون نعبر عنه نفس. لكن هي هاي نفسها يقولون في لحظة واحدة الإنسان إذا نظر إلى هذا النفس وحقق فيه يصل من عرف من نفسه نفسه، مو من عرف نفسه فقد عرف ربه. النفس هذا الهيكل اللي تحيط به نور النفس اللي هي تقوده، نفس الإنسان روح الإنسان. هاي من ينتج وين أعرف نفسي؟ يقولون في ليلة القدر. فليلة القدر قالوا هي الموضوع اللي عدها أو الشيء اللي عدها في ليلة القدر أنه تقدر الأرزاق. هسه الرزق، الرزق يقولون ما يقضى ما يؤكل ما يشرب، زين هذا يقولوا له رزق. الإمام الصادق يقول لا، ولايتنا رزق لموالينا، ما بمعنى أن الولاية هي الرزق الحقيقي. ليش؟ الرزق كوني وصلك، إني تارك فيكم شني ثقلين أو الثقلين، عدنا ثقل عدنا ثقل. الثقل الأكل الشرب، أقول له ثقل، ثقل المسافر. الثقل الولاية والتوحيد، تارك فيكم الثقلين. هذن الثقلين شنهي؟ القرآن وهو التوحيد الذي فيه كتاب الله جاء من الله، وبعد عترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما. هذه الرواية 122 مصدر عند هذا الحديث، 80 مصدر منا إحنا الشيعة، و62 مصدر من أبناء العامة في كتبهم في صحاحهم، زين يذكر. يعني 142 طريق وناقل نقل هذا الحديث. هذا يكفي أنه الإنسان كيف يصير مع أهل البيت؟ كتاب الله وعترتي، سميتها بالعترة، وهذا سامعين مني هواي العترة. ليش ما قال مثلا بس أهل بيتي والنوب عبر أهل بيتي؟ يقولون العترة لأنه قرابين محمد للدين، كل واحد من العرب كانوا يقولون زين أنت عندك رب؟ إيه نعم عندي رب. وين طينير؟ روح نشوفه. وهاي العرب هيك يريد يشوف له مثل الصنم. مو عمر بن الخطاب يقول كنت أتوسد ربا إذا جعت أكلته. ليش الرب هذا يأكله؟ يقول لي أنه كان من التمر، فبالليل بطن تلوي من الوجع زي من الجوع، فأمد يدي على ربي فأكله، فالصبح أصنع لي واحد آخر. هذه رواية من شيخ الجماعة. المشاكل اللي يعاني منها الإنسان على هالباب هذا، يعني سبحان الكريم هسه وين يوصل الإنسان؟ زين قالوا إن ربنا إن إلهنا نقدم له القربان، نلطخة نعتتر له. أنت ايش عندك من عترة؟ قال نعم، وأنا عندي عترة لديني. من عترتك؟ يقولون أشار إلى بيت علي. كم واحد بي كانوا بيت علي؟ علي وفاطمة والحسن والحسين والذرية الصالحة وزينب. قال هؤلاء عترتي. العترة يعني القرابين التي تقرب إلى الآلهة في زمن الجاهلية. فالنبي قال عترتي، بس ايش قال عترتي؟ لا قال من الجمال، ولا قال من البقر، ولا قال من الدجاج، ولا من الغنم، ولا من المعز. أهل بيتي
ثم شي يقول ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. ليلة القدر يقولون النفس اللي الإنسان يتنفس بها في ليلة القدر يختلف عن الأنفاس التي كانت في لياليه السابقة أو ما تأتي. ليلة القدر تتوسط بين 11 شهرين، شهر 11 شهر قدامها كان و11 شهر وراها. شهر رمضان يتوسط الشهرين، يتوسط السنتين، كل شهر رمضان منا تشوفه كفة، وشهر رمضان اللي يجي أيضا يأخذ الشهر اللي أنت هسه مونته وال11 شهر اللي راح تمونهن مناك، يعني فد معدل يصير. لهذا ليلة القدر النفس بها، يقولون الخطبة النبوية التي تقول أنفاسكم فيه تسبيح، يشترط تأييد نفس التسبيح الإحياء في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن، اللهم بحق هذا القرآن، وبحق من أرسلته به، وبحق من أرسلته به، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحق كل مؤمن مدحته فيه. الإحياء في ليلة زين، شو أسوي بليلة القدر؟ هي إيش كثر عدها؟ ليلة القدر خير من إيش كثر؟ ألف شهر. قالوا يعني ألف شهر عاشت بنو أمية. كثير من علمائنا يقولون هذا غلط، بهم يقولون لا، لأنه حكومة بني أمية شقد إن شاء الله ما يقارن الزين بالشين بوي، إن شاء الله يصير يقول لنا ليلة القدر أحسن من ألف ناس ذبحوا محمد وآل محمد. صحيحة هاي؟ يعني هسه لما أنا أقول لك أحسن، منين أحسن أنت؟ شهذا أقيسك بالكافر، شو الفايدة؟ كون أقيسك بالحسن، بالشيء الجيد. 83 سنة تقريبا وكسور مصير، الألف شهر ما يقرب من 84 سنة. زين، هاي 84 سنة يقولون كانت العباد في زمن الأنبياء تسجد بها وتتعبد بها وتصوم، بس في رواية عندنا أنه كانت الأعمار طويلة، فكان من عباد أو أنبياء بني إسرائيل كان يقول ويسأل نبيه، من بني إسرائيل وغيرهم الرواية، يسأل نبيه عن الأعمار، قال وكان ساجدا 80 سنة أو أكثر، قال كيف يكون ممن يأتي بعدنا بعبادتهم لله؟ شلون يصيرون هذولي؟ قال أعمارهم كلها لم تصل إلى 80. هذا وصل لعد 80 مثل هذا اللي راح، ما ظل بيشي هذا إلا يظل الإنسان بخبثة والعياذ بالله، ما يقدر يصوم ما يقدر يصلي بعد، يصير عجوز. قال ماذا يصنعون؟ قال يبنون القصور كأنما يريدون العيش لآلاف السنين، ويتخذون من النساء حورا كأنما لا حور بعدهن. هو أخذ يوصف له، قال والله لو أنا كنت لسجدت أعمارهم، وما يدري بينا احنا بخمس سنين ثلاث سنين وعيوننا حميانة، هسه صارت عندنا قاعدة بس توصل الأربعين يتشوف بعيد يتشوف قريب، ماكو مشكلة هنا ما تقدر تطلع منها، هاي المشاكل اللي نعاني منها. زين، فقال لو كنت أنا لسجدتها سجدة من سجداتي، سجدة من سجداتي. يقول هذه جاءت أنه ليلة من لياليكم تسمى بليلة القدر خير من 80 سنة أو 100 سنة لذاك العابد يقول أنه يريد أن يسجدها مقابل هاي هسه الليلة. هاي شوف ايش كثر، احنا عندنا بعد نص ساعة مثلا أو أكثر ويدخل علينا الليل، مو هيك؟ واحسب من 9:30 تقريبا لعد 3:30 تقريبا، شوف كم ساعة تصير
ست ساعات سبع ساعات تصير، هاي الست سبع ساعات الخمس ست ساعات، وانت طلع منها الفطور، طلع منها الصلاة، طلع منها الراحة اللي عندك. شقد تحين؟ حين ساعتين ثلاث، ساعتين ثلاث اذا تريد تقسمهن على الانسان اليوم، بعض الاحيان يخلصهن بمسج واحد، بتكس مسج، اذا انشغل شوية تروح منه زي. نظرة واحدة الى شاشة التلفاز او الى شاشة هاي تروح منه زي. الله شي يقول؟ يقول هذه ليلة القدر مهما كانت ظروفها فخير من ألف شهر اللي ذاك العابد يريد يسجدهن. هاي وحدة. قالوا ألف شهر، ألف خصلة، كلمة شهر مو شهر، شهر مو كلمة شهر أنه 30 يوم أو 29 يوم، لا،